السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، ناصر بوريطة ينتصر من جديد، بوقادوم يطير من منصبه بسبب فشله المتكرر أمام الدبلوماسية المغربية وأمام الخارجية المغربية وأمام الانتصارات المغربية المتكررة في ملف وحدتنا الترابية. ليس هو فقط من كان يفشل، وإنما جميع من سبقه من يعني وزراء الخارجية في دولة الكبرانات، دولة الفقاقير، فشلوا فشلا ذريعا أمام الدبلوماسية المغربية. لاحظوا فقط، حينما بدأ ناصر بوريطة مسيرته كوزير للخارجية، ظل على رأس الدبلوماسية لسنوات عدة، بينما في دولة الفقاقير كم من وزير خارجية في هذه المدة جا وفشل وطرم بلاصتو. الآن جابوا هذا العمامرة على أساس أنه غادي يدير شي حاجة، يأملون منه يحقق شي نتيجة، ولكن نحن نعلم مسبقا على أنه لن يحقق أي شيء أمام الدبلوماسية المغربية. المهم أيضا متابعينا الكرام، وهو ما حدث اليوم، وهو تأكيد للتسريبات التي كانت خلال الأيام الماضية حول إقالة وحول طرد وحول إنهاء مسيرة وزيرة الخارجية الإسبانية السياسية بسبب هذه الغلطة، هذه الفضيحة التي تورطت فيها، إن هي القضية ديال بلمطوش، لأنها كانت المتورطة الرئيسية وكانت السبب الرئيسي في إدخال بلمطوش بهذه الطريقة المافياوية من أجل أن يعالج في إسبانيا بطريقة سرية. ولكن المخابرات المغربية كانت لها كلمة أخرى وفضحت هذه العملية، وبسبب ذلك تم إنهاء مسيرة وزيرة الخارجية الإسبانية السياسية على المستوى السياسي في إسبانيا، لأن هذه الحماقة التي ارتكبت هي حماقة يعني وضعت الاتحاد الأوروبي بأكمله في فضيحة ديال إدخال مجرم، إدخال قاتل، إدخال إرهابي إلى الأراضي الأوروبية بهوية مزورة، وهذه الأمور سابقة في الاتحاد الأوروبي. فبالتالي، وكما كانت التسريبات خلال الأيام الماضية تقول على أنه سوف يتم التضحية بهذا الوزير الخارجية اللي هي غونزاليس لايا، من أجل يعني أن يتم أملا في إرجاع العلاقات المغربية الإسبانية إلى ما كانت عليه. وهذا بطبيعة الحال يعني من المحال أن يكون، في حين أن هناك ما زال أشخاص مثل هذه الوزيرة ديال الخارجية الإسبانية السابقة، لأنها ما بقاتش، ما زال هناك أشخاص مثلها في إسبانيا يتآمرون على المغرب ويريدون للمغرب الشر. هاد غونزاليس لايا الشيء الوحيد الذي ربحته من هذه القضية هي الأموال التي أعطيت لها من طرف النظام ديال كبرانات، الأموال الطائلة التي أعطيت لها وأعطيت لموظفيها من أجل أن يدخلوا بلمطوش بهذه الطريقة. في حين متابعينا الكرام، نرجع الورقة له وشنو واقع فيها، لأنه ليلة أمس ما حدث هناك، وكما قلت لكم في آخر فيديو، الأوضاع تتطور بشكل خطير جدا والاشتباكات مستمرة، ظلت لليلة كاملة مستمرة الاشتباكات ما بين المتظاهرين وما بين قواس ديال نظام الكبرانات. فهذا النظام الذي يصرف الأموال أو ما تبقى من أموال ديال الشعب الجزائري على مرتزقة ديال البوليزاريو وعلى أشخاص في حال هاد وزير الخارجية السابقة، في حين أن المواطنين يخرجون في مظاهرات غاضبة، ومطالباتهم أو الشيء الذي يطالبون به هي الماء، أو هو الماء، أو هو الحليب، أو السميد، راكم عارفين هذه القصة بلا ما نبقاو نعاودوها، لأن الناس ما عندهمش حتى ما ياكلوا، في حين أنك كتصرف على قضية خاسرة، والجميع على أنه يقول على هذه القضية ديال مرتزقة البوليزاريو هي قضية خاسرة 100%، ومع ذلك ما زالوا يصرفون على هذه القضية، ما زالوا يشتتون الأموال ديال الشعب الجزائري على هذه القضية. وكلنا نرى النتائج، لا هي إحدى النتائج التي ظهرت اليوم، إنهاء المسيرة ديال وزيرة الخارجية الإسبانية
بوكادوم طار من جديد، جابوا واحد اخر بلاصو غادي يطير، والمسلسل غادي يبقى هكا حتى ميزانية او الفلوس اللي باقين عند نظام الكابرانات غادي يوصلوا للصفر، وديك الساعه غادي يبقاو يتفرجوا. غادي يتفرجوا فاش؟ غادي يتفرجوا في الكارثه التي سوف تحل بهذه الدوله الفقروريه، لان ما حدث يوم الامس في القلة وما سوف يحدث سوف يعمم على كافه انحاء هذه الدوله التي يحكمها هذا النظام الغبي والمغفل والعاجز والفاشل، والذي لا يدرك بالأخطار التي سوف تخرج من الداخل من الشعب المقهور الذي ليس لديه الماء، ليس لديه الحليب، ليس لديه أبسط مقومات العيش. وبالتالي ما هي ما حدث في القلة ما هي إلا البداية لما سوف يحدث يعني في المستقبل، وسوف ننتظر ونرى ما سوف يحل بهذا النظام المغفل. إذا المتابعين الكرام نعود للخبر، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية غونزاليس لايا بسبب تورطها في ملف بن بطوش كما أكدت التسريبات، وهذه الإقالة من ورائها يعني مطالبة بتحسين الوضع الدبلوماسي مع المغرب، يعني كما نقول على أنها واحدة تضحية بهذه الوزيرة من أجل يعني رغبة في تحسين الوضع الدبلوماسي مع المغرب. ولكن نحن نعرف على أن المغرب قد وضع شروط صارمة في هذه المسألة ديال إعادة العلاقات، ونعلم على أن كما قال بوريت المغرب اليوم ليس مغرب الأمس، ما غاديش يقنعونا بهذه المسرحيات التافية. إقالة الوزيرة أم لم يكن هناك إقالة هذا لا يهمنا، ما يهمنا وهو إيقاف هذا التآمر، إيقاف هذا العبث، إيقاف هذه القضية التي يصرفون عليها نظام الكبرانات بشكل خاسر، وإلا فإنهم سوف يواجهون الخسارة والخسارة والخسارة والفشل، وهذا هو يعني نتيجة الأمور في أو نتيجة الأمر في النهاية. إذن متابعينا الكرام كان هذا مجمل الخبر، وسوف أراكم في فيديو قادم إن شاء الله إن كان هناك أي تطور في هذه المسألة أو خبر آخر في قضيتنا قضية الصحراء المغربية. تحية طيبة لجميع المتابعين، وأراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.